اهلا بحضراتكم دايما بنتكلم عن ضروره الاهتمام بالمعلمين وتطوير حياتهم ودعمهم بكل الطرق والحقيقه خلال الفتره اللي فاتت شفنا مجموعه مهمه من الاجراءات لدعم المعلمين خلينا نرصدها لحضراتكم علشان نشوف احنا وصلنا لفين في ملف مهم زي ده خلوني في البدايه اقول لكم انه تم زياده ورفع اجور المعلمين بعد زياده بدل المعلم وكمان الحد الادنى للاجور وحافز الاداء ومكافاه الامتحانات وبيستفيد من الزيادات ديت حوالي مليون وربعمائة الف معلم بالتربيه والتعليم وكمان الازهر وحوالي سبعمائة ألف موظف معاون ليهم بإجمالي تكلفة وصلت لحوالي ستة مليار و مليون جنيه التكلفة ديت بتشمل الزيادات الشهرية اللي بيحصل عليها المعلمين والموظفين المعاونين ليهم في التعليم وكذلك الدعم المالي لصندوق رعاية المعلمين كمان حضراتكم تابعتم خلال الفترة الأخيرة آه ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بشأن تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنين وده لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجاتهم وتطوير قطاع التعليم وكان كمان في قرار مهم اصدرته وزاره التربيه والتعليم بشان تطبيق مبدا المساواه بين المعلمين المعينين اللي بيقوموا بتدريس الحصه الاضافيه والمعلمين المتعاقدين بالحصه ايضا الواحده واوضحت وزاره التربيه والتعليم ان قرار جاء بعد ورود موافقه الدكتور محمد معيط وزير الماليه وبيتضمن تقييم الحصه ب 20 جنيه بدل ما كانت قبل كده ب 3 جنيه و80 قرش وكان الهدف من وراء هذا القرار هو تحقيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين والمتعاقد معهم علشان يتم سد العجز في عدد المعلمين في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية. استمرارا لدعم المعلمين بتدرس في الوقت الحالي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اطلاق برنامج سند المعلم. البرنامج ده هيكون عبارة عن توزيع كارت ذكي لكل معلم بحيث يتم استخدام هذا الكارت في ماكينة فوري على نظام سند المعلم عشان يسجل نقاط حسب نوعية الخدمة اللي بيقدمها المعلم في الفصل وبيتم تسجيل نقاط على كل حصه احتياطيه او كل حصه زياده او عمله كاشراف يعني هو اي حصه زياده بياخدها المدرس عن الحصص الطبيعيه اللي نازله في الجدول الخاص به بي دوت بيساعده ان هو يجمع نقاط اكتر والنقاط دي فيما بعد بيستبدلها بمبالغ ماليه خلينا اقول لحضراتكم ان ده بيتم عن طريق تمرير كارت المعلم في ماكينه فوري وتحديد الخدمه اللي بتقدمها وهي سند المعلم بعد كده بيتم تحويلها الى نقاط بعد كده بيتم جمع النقاط ديت في نهايه كل شهر علشان يتم تحويلهم لمقابل مادي يقدر المدرس ان هو يستفيد منه قبل ما اختم حضراتكم خليني اقول لكم ان الوزاره اكدت ان ما تم كان جزء من التاكيد على مكانه المعلم وتقديرا لدوره في العمليه التعليميه وبيستهدف في المقام الاول تحسين اوضاع المعلمين وتحقيق الرضا الوظيفي ليهم وهيكون ده مرتبط بمكافاه المعلمين عن كل جهد وعمل اضافي بيقوموا بيه ومن المنتظر خلال الفتره القادمه ان يتم الاعلان عن هذا المشروع الكبير اللي هو مشروع سند المعلم اضافه لتفعيل صندوق الرعايه الاجتماعيه للمعلمين ومعاونيهم وده بهدف تحسين الاوضاع الماليه للمعلمين ومعاونيهم في مختلف القطاعات. دي كل التفاصيل والمعلومات الخاصه بدعم المعلمين وزياده الاجور والحوافز واشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء في تغطيات جديده من تلفزيون اليوم السابع